مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمنطقة استقرار للضغط الجوي، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كانت السماء في الصباح أحيانا كثيفة السحب على مجالاتنا البحرية، وسجلنا أمطار بالمناطق الساحلية. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر طقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة بشمال تونس وأمطار مؤقتا رعدية بشرق تونس وخليج قابس. اتجاه ريح بشمال تونس، رياح شرقية شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب. بشرق تونس، رياح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب. وبخليج قابس، رياح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب. رؤية تمتد من ميل إلى 6 أميال. بالنسبة لهذه الليلة، أمطار مؤقتا رعدية بشرق تونس وخليج قابس اتجاه ريح. بشمال تونس، رياح شمالية شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب. بشرق تونس، رياح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب فقليل الاضطراب. وبخليج قابس، رياح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب فقليل الاضطراب كذلك، ورؤية تنخفض من 6 أميال إلى ميل واحد. يوم الغد إن شاء الله طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية بخليج قابس. بالنسبة لاتجاه الريح، بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات، ريح من القطاع الشمالي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب، ورؤية تمتد من ميل إلى 6 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشبة وخليج قابس، ريح من القطاع الشرقي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، ورؤية تمتد من ميل إلى 5 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، 69 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و28 دقيقة، متر و42 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و39 دقيقة. بميناء قابس، 93 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و37 دقيقة، متر و85 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و53 دقيقة. بميناء الجرجيس، 43 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و26 دقيقة، و83 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و42 دقيقة. في الختام، ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع صوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.